طب شيخنا الكريم، انا وانا طالب في جامعه من الجامعات الان، ومثلا وصلت الى المرحله الثالثه في الكليه، قد يكون كانت لي علاقه بفتاه من الفتيات، وكان بيننا ما يسموه بالحب، تقبل حضرتك، حينما التزم هل برضو اظل معاها بسبب ان انا ادعوها الى الله عز وجل باعتبار ان انا عايز اخطبها، ولا ده برضو زي شوف هي كلمه في السؤال وصلنا عن طريق الموقع. نعم. وما حبيناش نحن نهمله يعني. لا لا جيد، انا عايز افهم الشباب عادة لما بيتكلموا في المسألة دي، مسألة الصحوبية ومسألة الحب والتعلق وواو، هقول له حاجة رقم واحد. بس ده على فكرة مش انا، بس انا لسه خلطت. لا مشاكل يعني. رقم واحد، قلبك ليس بيدك. نعم. القلوب بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. جميل جميل. اثنين، قلبك هو أعظم ما تملك وأثمن ما تملك. القلوب هي محل نظر الرحمن. نعم. ومستودع الإيمان. قلبك ده غالي قوي، فقلبك ده ما ينفعش إنه يتعلق بغيره. نعم. دي مسألة ومفهوم لازم تبقى حطه ومرسخه عندك، هتتعذب. ابن القيم يقول في الوابل، يقول من أحب أحدا سوى الله عذب به ولا بد. فأنا بحب، وانا هنا مش حاجة اقول لك دلوقتي لا انت بقيت ملتزم اقفل السكة دي وما تحبش، عايزين نكون واقعيين. لا انا عايز ابقى واقعي. نعم. وفي نفس الوقت قلبك مش بايدك. صحيح. المفروض قلبك يميل فين؟ فايه اللي انت تقدر تعمل عليه السيطرة، تقدر تعمل عليه الكنترول نعم. ايه اللي انا اقدر اعمل عليه الكلام ده؟ ان انا في الاول خالص هدخل ايه، وفي نفس الوقت هقفل عند ايه. تمام. ما هو انا مش هسيب نفسي وابتدي اقول اكلمها في التليفون، طب هبعت لها مسج، لا والمسج مش هتبقى فيها كلام. نعم. سيء. لا المره دي هقول لها جزاك الله خيرا واصلح الله لي حالي وحالك، وانا ادعوكي للالتزام وكذا وكذا. نعم. يعني هنتكلم كذا. لا ما هو اصل انا كده بفتح يبرر لنفسه ما يريد. لا وانا لو تعرضت للفتن، احنا العلماء يقولوا القلوب ضعيفه والفتن خطافه. نعم. يعني الحته دي بالذات كنا احنا شفنا بنسمع من المشايخ لما تتصل احدى المتصلات تقول له بحبك في الله، الشيخ يقول لها الشيخ ربما قد يفتتها. طبعا الشيخ مش بعيد عن الفتنه. ما احنا قلنا هو بالك الشباب يعني اللي في لسه حديث عهد. نعم. يعني المساله كذلك، انا ما ينفعش اتعرض للفتن، لانه كما يقول ابن مسعود من اراد ان يتاسف فليتاسف بمن قد مات فان الحي لا تؤمن عليه الفتنه. نعم. فانا اضعف من كده، فعشان انت ضعيف وأصل فيك الضعف، وكان الإنسان ضعيف، ابن عباس يقول ضعفه في ميله للمرأة، ضعف الرجل في ميله للمرأة وضعف المرأة في ميلها للرجل. فالحتة دي يعني مكمن الضعف في البني الإنسان، فما ينفعش أن أنت تقول لا أنا سأثبت وأنا هقول وأنا هعمل وهسوي، طالما قلبك ربنا سبحانه وتعالى يريد أن يرى فيه حبه، أن يرى فيه التوحيد. نعم. أن يرى فيه الإيمان، ولما ربنا يطلع اللي في قلبك فيلاقي تعلقات بما لا يحب. يلاقيك، لا تؤاخذني في الكلام، يعني لو خلينا نتكلم بصراحة، يلاقيك عبد للمرأة. يعني تحب المرأة وهي أهم حاجة في حياتك وهي اللي شغلاك وهي اللي كذا وكذا وكذا، ومن المعنى ده لا يراه الله عز وجل في قلبك تجاهه. بلاش نقول كده، نقول ان انت في قلبك ده وفي قلبك ده، وتقع في شرك المحبة. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. نعم. هو بيحب ربنا، ربنا مثبت أنه هو بيحبه. بس في نفس الوقت هو بيحبها، وحبه ليها ممكن يخليه يعمل تنازلات وممكن يعمل كذا. عايز توصل للطريق، عف عنها يأتيك بها. سبحان عف الله. عنها. لو عففت عنها، لو تركتها لله، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منها. لو انا بقى عندي الصدق ده وبقى عندي اليقين ده، هيبقى ده حل الاشكال. جميل. انا عارف عذاب الشباب، وانا عارف ان هو بيبقى قلبه عامل ازاي، وفاهم كويس قوي التجارب دي من حيز الواقع. لكن والله ما عند الله رزق، الرزق لا ينال الا بطاعته كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم. اذا عف عنها، إذا عليك أن تأخذ بالمسلك الصحيح وهو طاعة الرحمن. نعم. يأتيك الله عز وجل بها. جزاكم الله خيرا، ولعلنا إن شاء الله نفرد في حلقة قادمة موضوع أكيد طبعا. نعم. موضوع الصحوبية وموضوع الحب والتعلق.